طبعا العذر شوية صوت مزعج اليوم، يعني ما يشبه بعض في العذرية. ما في المحاضرة قبل عن الدايبيتس؟ ما في شو في؟ ها؟ شو أخذت بالضبط؟ يعني أخذت بس تريتمنت؟ عادة الأمراض بريفلنس مالها واحد بالألف، واحد بالمليون، واحد تلقونا داخلين بها ندرس البيولوجي مالتها والهستولوجي والباثوجينيسيس. شلون احنا نعرف انه دايابيتس يعني بريفلنس مالته انت 7% في البوبيليشن واكو مجتمعات تكون اعلى من هذا البريفلنس، يعني يوصل بالعالم كله 350 مليون الى 360 مليون، واكو يعني معدلات انه اكو فد ارتفاع حد يوصل انه تقريبا في الدراسات اللي بال 2030 في 35 يوصل تقريبا 500 مليون او اكثر. احنا هسه كل عوائلنا هسه كل واحد منكم قاعد اكيد عنده واحد من اقاربه، واحد من اهله او اكثر عنده دايابيتس. بدي اعرف انطباعكم شنو الاسباب الدايابيتس؟ واحد يقول اجر، واحد يقول سوري شيء بعد جينيتيك لايف ستايل لا ميجر فكرة اوتو اميون فاميليا كل جاتك شو صحيح. احنا هسه بس راح نرتب معلومات بهذا الموضوع. وعليكم السلام. تعرفون تصنيف الدايابيتس؟ تايب 1 تايب 2 بس؟ اكو اذر كلاسيكيشن؟ لا نسيت تصدق هالموضوع. شو الدايابيتس السيب تصدق زي ما تكون قالت؟ صحيح؟ يعني هو كفيتشر انه بول يوريا بول ديبسيا بس مو ديو تو جلوكوز اب نورمال ميتابوليزم. اوكي كلينيكال برزنتيشن مال دايابيتس شنو شي جينا هذا من كلاسيكال فيتشر جاي تحكي حضرتك صحيح، لان اي واحد بالشارع هسه تحكي يقول لك يعني واحد يقول لك يشرب مي هواي او يقول هواي ضعف قال لك روح شخ روح حل حاطط واحد دايابيتس. فاحنا بدل المفروض يعني مغمضين ونسولف اي واحد بالشارع ممكن يعرف بدل. وقد انت كطبيب اكو ابنورمال برزنتيشن او اتيكال برزنتيشن خليها ببالك من يجيك واحد حتى تشك انه ما عنده دايابيتس مثل ما راح نشوف بالمحاضره. مشي بس والله اقرا وياهم شوف خاطئين. اكو بين ليد مقدمه عن ميتابوليزم مال الجلوكوز والكربوهيدرات. الستايد المهم اللي بيكم طبعا راح اركز على الكلينيكال بوينت اوف فيو، راح احكي عن الباثوفيزيولوجي عن الباثولوجي بس ما راح اجيبها بالامتحان وما راح اركز عليها لان اختصاصي مديسن فشيء كلينيكال وجاي ادربكم على شغلات كلينيكال نستفاد من التريتمنت او فلاب مابيشن في المستشفى اصلا مؤهل انه كان اهلك حتى تقدم هاي الخدمه. عاده عندنا الفود
يروح للقاتل طبعا يفوت بيه أمينو أسيد بيه يعني بروتين بيه ريبيد بيه كربوهيدرات قسم عنده راح يروح للبروفال تيشو المصاص مباشرة قسم راح يروح للليفر الليفر من عنده جلوكوز هو شا راح يسوي يحاول على شكل جلايكوز وراح يروح للعضلات تاخذ تستخدمه للفورتيشو اوكسيديشن انرجي وقسم راح يروح منه للاديبوز تشو ينخزن از فات من ما عندك جلوكوز شو راح يصير الجسم ما راح ينتظر انه يعني يموت راح يستخدم اذر سورس اذر ذان جلوكوز اكثر سورس راح يستخدمه هو الامينو اسيد والفات يعني الجليسرول والفات اسيد من الاديبوز تشو راح تروح للليفر راح تنعكس العمليه اهم نقطه بهذا السلايد هو الايفكت اوف جلوكوز اون لايبوليسيس من عندك انسولين بالبدن لايبوليسيس ما راح يمنع لك اللايبوليسيس هاي النقطه اللي راح تميز لك بين تايب 1 دايابيتس والتايب 2 دايابيتس بالتايب 1 ايش عندنا احنا كومبليت ديفيشنسي اوف انسولين ف مور ليفل فور لايبوليسيس من يصير لايبوليسيس راح اخر شيء النيت ريزلت اكو كيتون بدي يصير عندنا النيت ريزلت اوف ليبيد ميتابوليزم اذا تولد لك كيتون بدي ايش راح يصير عندنا بالتايب 1 ديابتيك كيتو اسيدوس من اجيب لك سؤال يعني تايب 2 ليش بصير ديابتيك كيتو اسيدوس ما عندي كومبليت ديفيشنسي اوف انسولين عندي انسولين ريزيستنس الاكشن اوف انسولين يكون قليل لكن مرات الليفر بيلقى عالي من سوله تحليل انسولين الليفر راح تلقى عالي لذلك اهم نقطه اهم شيء اللي يميز لك تايب 1 وتايب 2 هو الكيتون بادي جنريشن اللي هي تنمنع بحتى لو سمول اماونت اوف انسولين لذلك من يجيك واحد مشخص جديد عائله بنتهم لا سمح الله او ابنهم اليوم دايجنوز دي ام طبعا اول ما راح يجوا يشخصهم تطعيم انسولين وراك راح يروحون السيد او يروحون واحده بعشار لما اقول والله هاي ترى يعني حقيقه حد ما يتعب حالي الله يقتنع انه ما موضوع انسولين عندنا الانسولين كانه ما في شيء اجتماعيا عيب تقولوا اللي يجي بعد الدخلة ولا؟ شو تقولوا؟ فنصوروا؟ شو تقولوا؟ ها؟ يدخلون؟ اللي دخلوا جديد وين قعدوا؟ كم تايب وان دايابيتس عندهم؟ ها؟ تو شنو تايب وان تايب؟ شنو الفرق بيناتهم؟ مو امتحان بس حتى تواصلوا يعني بالمحاضره ما تكون راح تكون صافين تايب 1 هو كومبليت انسولين ديفيشنسي تايب 2 اللي هو انسولين ريزيستنس يعني اكو انسولين بس ما يشتغل على سبتمبر اوكي اهم فرق بالميتابوليزم انه من ما عندك انسولين راح يصير لابولاز وراح تتولد كيتون بديز لذلك يصير ديابتيك كيتو اسيدوز بالتايب 2 عندك انسولين لابولاز ماكو ما راح يصير عندك ديابتيك كيتو اسيدوز هذا اهم فرق بالميتابوليزم واضح؟ حتى الولاده تكبر ماشي بعد قلنا حتى على ما تعبرني انه من يجي واحد من يولد دي ام عاده تدور انتم تايب 1 يكون صغار 10 15 سنه 3 سنوات 4 سنوات يروح للطوارئ يشوفون يعني عنده بوليوريا وراح يفوت بيابتيك اسيدوز كبرزنتيك فيتشر يطوع علاج وراها يعبر لو يدخل السيد لو يدخل ابو عشاب لو يدخل يعني الصيدلاني المهم يعني ما راح بالبدايه قسم من الاوائل ما راح يبتلع وهاي الحقيقه يواجه الحقيقه راح ما ياخذ انسولين احنا همنا شنو هو انه يابا حتى لو ياخذ بس شويه بس لا تعرف بالانسولين حتى لا يفوت الديابيتيك كيتو اسيدوسيس
ديابتي كريتو اسيدوسس راح ناخذها من المحاضره الثانيه واحده من الاكيوت كومبليكيشن اوف تايب 1 دايابيتس وذ هاي مورتاليتي ريت انه اذا مات على الجزء الصحيح ممكن يفوت الاكيوت الفيلر ممكن انكوشيس البيشنت يصير بيشنت يجيك ديهايدريتد والعلاج مالته مثل ما راح ناخذ المحاضره الثانيه راح يحتاج انه ربد اكشن تيم وورك فاسيلتيز عندنا انه ريهايدريشن وانسولين والكترولايت ديستربنس نصلحها يعني الانسولين راح نبتدي انفيوجن وراح نتابع كل نص ساعه تشات مالتنا فشي معضله فاول نقطه انه يجيك واحد انسولين ديبندنت دايابيتس حذفه بالعباس بالقران الله باي شيء حتى اخذ انسولين حتى لو شويه حتى لو شويه حتى تمنع الهيبوتاسيس هاي نقطة مهمة يعني انه حتى لو ياخذ شوية احسن من ماكو حتى خليه يصير هايبرجلايسيميا يبقى بس خليه يلمنع عندي اللايبولايسيس حتى لا يفوت بديك دياب دكيتا اسيدوس طبعا احنا الجلوكوز يجينا اكو فد منتين بتوين جلوكوز ديليفري وجلوكوز ابتيك باي بفلتشو ماشي اذا لك السلايدات حكي ما راح الليفر شلون صبناي عندنا اما جلوكونيوجينيسيس وجلايكولايسيس هذا تعرفون يعني احنا من عندنا جلوكوز هواي راح نحول جلايكوجين من يقل الجلوكوز عندنا راح نكسر السورس مال الجلوكوز والجلايكوجين سيكلاتوجينيسيس ماشي ماشي هذا سلايد مهم اسئله يعني هذا واحد من عندي شكوير اللي ما بيها يعني شنو الهرمونز اللي زايد لك الجلوكوز من عندي هذا الجلايسيميا وشنو الهرمونز اللي تقللني يعني مو بس الانسولين هو يقلل لك الجلوكوز الفادي بري ادر هرمونز لكن هو البيسك الاساسي مالتي هو الانسولين لكن اكو غيره مو كشتغل فالداون ريجوليشن اوف جلوكوز ليفل هو الانسولين اول واحد والامايلين والانكريتين كل واحد راح نحكي عنه بالاستعدادات اللي راح تجي الابو ريليشن من يساعد هذا الجلايسيميا رد فعل الجسم راح يزيد عندنا الجلوكاجون حتى يزيد لنا الجلوكوز والكورتيزول والكاتيكولامين ماشي بقى نجي على الانسولين الانسولين هو بولي بيبتايد سيكريتد باي بيتا سيل اوف بنكرياس راح ينفرز هو ويا السي بيبتايد يعني اذا شايفين انتم صوره مال الانسولين فالبيبتايد ولا اكو شيء ثاني اسمه سي بيبتايد ينفرز بالبدري اهم ستيمولنت هو السكريشن مال الانسولين هو الجلوكوز والامينو اسيد احنا هم زين من واحد يعني ديابتك ويضرب وجبه دسمه يعني مال البروتينز نوعات العفو اي واحد من عندهم ديابتك ياخذ وجبه ثقيله من فرز الانسولين ك تو ليس اكستن السؤال هنا احنا بنسوي انفستيجيشن للانسولين نعتمد على السي بيبتايد اكثر من الانسولين ليه؟ احد يقول ليش؟ هاي وحده من الحدث شوف اندوجينس واكسوجينس يعني هذا واحد جاينا هايبر جلايسيميا والليفر مال انسولين عالي وخذ هو هذا فاكتيشنس يعني واحد ضارب روح انسولين هو او مستيب انسولين او اندوجينس بالانسولين هو بعد غير سبب من اللي جايب لي شلون بيز؟ عفوا نحن الشيء الرئيسي احنا هسه من نطلع انسولين اي في من نطلع انسولين اي في انتم تقولون اخذنا نتيجه مال انسولين ايش قد الهالف لايف مال انسولين؟ ماكو احنا ما نعطي احنا الاي في منو عندنا بس السوليوبل بس الرابط اكتف هو نعطي اي في اكو لينتي تعطوا اي في مثلا نص ساعه احنا جايين نحكي على السوليوبل انسولين الريجولر هو على الستاندر مالتنا من نعطي اي في الماكسيموم نص ساعه يعني وذن منت لذلك احنا من نريد نعالج دي كي اي نعطي انفيوجن انسولين السوليوبل لذلك انت من تاخذ راندم سامبل من الانسولين ما راح يعطيك الاكزاكت يعني ستيت انما سي بيبتايد الاكشن مالته يعني فتره طويله يصل يعني يطرح من الجسم لذلك هو يحدث لك اكزاكت انسولين ليفل اوكي؟ ماشي الصوره انه نعرف احنا من البيتا سيل
واكو في الكلوز بروكسيميتي بين بيت اسام والبلاك في الرايك يكون كلش ستريكت كنترول يعني قريب قبل الليفر مال الجلوكوز بالبلاك احنا بنيجي هنا جلوكوز استنبيت المكياس الفلز انسولين ذني يعني يسدها منه يسدك اللايبولايسيس وكلوز برودكشن ونكريز ابتيك اوف جلوكوز باي بالفور تيشوز ماشي هاي هم اجيب عليه اسئله دائما يعني اليوم عندي ام سي كيو هذا السلايد هم اجيب عنده دائما اسئله اقول له اون ذا فولوينج ار افكت اوف انسولين اكسيت مثلا انسولين انا اقول هرمون يعني يفيد بناء البروتين مال بودي يزيد من الجلوكوز ابتيك باي بالفور تيشو stimulate glycogenesis, inhibit glycogenesis, gluconeogenesis, inhibit lipolysis. أهم شيء هذا الأدي بوستيشو. أنا ركز على هاي النقطة لأن تفيد لي بالكلينيكال براكتس مالت. وزيد لي البروتين سايز. لذلك بالديابيتك يضعف الملل. يضعف وعضلاته تتعب وسعره بايوباثي ما عنده انسولين وما عنده بروتين سايز. ماشي هسه نحكي على الانكريتين قلنا الهرمون الثاني اللي يقلل لنا الجلوكوز ليفل بالبدي ويساعد لنا على انكريز الجلوكوز هو الانكريتين طبعا الانكريتين يدخل كبيس هواي علاجات من الاورال هايبوغلايسيميك ايجنت انتم ماخذين اورال هايبوغلايسيميك ايجنت من يقبل الجلاسز اوف اورال هايبوغلايسيميك ايجنت مو ماخذينها اي مثل ما يعني هسه بدنا نقول شنو العلاجات الحبوب البلع مال للدايبيتس احنا مو قلنا انسولين واكو اورال هايبوغلايسيميك ايجنت انسولين واحد راح يسولفون عليه انه اكو سوليوم واكو رابد اكتين واكو لنتي واكو اوكسترا لو مصانع وعندنا الجروبات اوف اورال هايبوغلايسيميك ايجنت وماخذين العام من يتذكر؟ سلفوني يوريا هاي جروب بعد متفورمين هاي جروب بعد الفا عفيف بعد عفيف انكريتين ما نفكر راح تنقسم عندنا تو جروب من عندها ليش استخدموا الانكريتين ما نفكر راح نعرف شنو الافكت اوف انكريتين وشنو ليش سووا بيس كتريتمنت اوكي احنا عندنا مشكله بوست برانديال اليفيشن اوف جلوكوز عندنا هايبر ليبيدين هايبر تريجليسرايد اول افكت اوف انكريتين على البراين هو النيورو بروتكشن للبراين وديكريز ابيتايت واحده من الشغلات اللي تخلي يقلل الهايبر جلايسيميا هو يقلل لك الابيتايت على الستومك شلون شو يشتغل الانكريتين ديكريز جاسك امبيتيك لذلك انت راح يتاخر الجلوكوز من يوصل من تيستن سي ميتابوليزم راح يقل الجلوكوز فاول ايفكت على البراين راح يقل لك الابيتايت وعلى الستومك راح يقل لك الجاستريك امبيتيك اوكي على الكرياس ايش راح يسوي لك فشي يعني يزيد لك الانسولين سكريشن هاي وحده يقلل لك الجلوكاغون سكريشن يزيد لك الانسولين بايوفايسيس يزيد لك البيتا سيل حلو وراح يزيد لك الماس لقوا انه الجماعه اللي عندهم اصلا شاد ديفكت بالبيتا سيل ماس اللي ياخذون النيكوتين مايمتك الماس او البيتا سيل راح يزيد وراح يزيد لك السايتس مال الانسولين لذلك ويا الوقت راح تقلل النيد فور دراكس يعني راح تقلل من الدوز اللي راح تحتاجها وبالتالي راح يزيد لك انسولين سنسيتيفيتي مشهور الانكريتين من واحد ياكل الانكريتين هي جي اي تي هرمونز تنسلز من واحد يتناول كربوهيدرات من واحد يتناول كربوهيدرات راح ينفرز عنده الانسولين وراح ينفرز عنده الانكريتين الانكريتين قلنا من ينفرز راح يقلل لك الجاستريك ايميتينج ويقلل لك الابيتايت
وقلنا الاكشن ليتر راح تسوي من خلص واحد كربوهيدرات يعني خلص المير وانتهى الموضوع هذا ايش راح يصير؟ هاي النيكوتين اللي صفيت جلوكاربونات راح تتكسر فما تبقى تشتغل بالابد راح تتكسر بانزيم اسمه دي دي بي 4 اوكي فكعلاج على النيكوتين مالتك استخدمه طريقتين اما ازيد الجلوكاربون لايك بيبتايد اعطيه هو مباشر او اعطي ادويه انهبت ذس انزيم حتى ازيد الاندوجينس جلوكاربون لايك بيبتايد واضح؟ من يعطي الامثله؟ سيتا جلوكتين وين يشتغل؟ عافيه عدي دي بي 4 على النيكوتين لايك جلوكاربون لايك بيبتايد يلا ما انت بطل ها؟ عافية يلا نشوف هسه الاكشن انكريتين حكينا عليه ستيميليت انسولين سيكريشن اللي هي بتجلوكار سيكريشن ديلاي جاستيك انبتين وسبريس ابيتايت ماشي الامايلين هسه احنا قلنا الداون ريجوليشن عندنا انسولين والانكريتين هسه نجي الامايلين الامايلين يفرز اهم من البيتا سيل اوف بيكرياس الاكشن مالته ديلاي جاستيك انبتين اللي هي بالسيكريشن اوف ذا جاستيك انزايم وسبريس الجلوكاربون سيكريشن مشكلة. هسه راح نفوت بموضوعنا. انت كنت تعرف مقدمة راح نبدي نحكي على الدايابيتس. هاي معروفة دايابيتس ميلتس هسه كلينيكال سيندروم كاركترايز باي هايبر جلايسيميا ديو تو ابسولوت اور انسولين ديفشنسي واسوشيتد وذ ديفلوبمنت اوف مايكرو اند ماكرو فاسكولار كومبليكيشن. من يقدر يقول لي تايب من ماكرو فاسكولار كومبليكيشن مال دي اف ماكرو ومايكرو من تحكي على الدايابيتس لازم تعرف اكو ماكرو فاسكولار كومبليكيشن واكو مايكرو فاسكولار يعني كل الفيزلز تنظر الفيزلز الكبار والفيزلز الصغار الصغار اكو سبيسيفيك كومبليكيشن والكبار الكبار شيل لنا سي في اي لارج فيزلز وسبريك سيتروف او كورونا هارت ديزيز لارج فيزلز او بريفرال فاسكولار ديزيز هاي سحله ماكرو فاسكولار كومبليكيشن من اقول مايكرو فاسكولار لا اكو سمول فيزلز تنظر عاده وين بالرينال سنفروباثي بالاي ريتينوباثي بالنيرف سيستم بريفرال نيوروباثي فراح ناخذها نحن هسه الكومبليكيشن بالمحاضره الثانيه راح نقول عندي ماكرو فاسكولار كومبليكيشن ونحكي عنها وراح نحكي عن المايكرو فاسكولار كومبليكيشن اللي قلناها المايكرو اللي تنساها نفروباثي ريتينوباثي نيوروباثي الماكرو برين وهارت وبريفرال فيزلز هذا حتى حسنا سمعت المحاضرة اكو بال 2000 كانت 7% باليو اس اي 8% بالميدل ايست اكو 15 مليون ب 33 مليون هذا حتى نحكي انه نقول الدي اف شيء مهم اما تريد تعالج الناس او تريد تفتح عياده راح تشوف وايد دي اف فلازم يصير عندك معلومات تريد كمعالج او كابو مصلحه تريد تفتح عياده لازم تشتغل ليش اذا نبدا بالزين حسين كل العالم بي دايابيتس كل القارات طبعا تشينج مال ستايل مال اللايف قبل كانت الناس تمشي بايسيكل تروح الدوام هسه كلها سيارات مشي ماكو الفود تغيير مالته الفاست فود كلها عوامل زايد الاوبيسيتي وزايد لك البيع مشي مش قلت لكم الكلاسيفيكيشن مال البيع قلتوا لي تايب 1 وتايب 2 هسه هاي الاذر كلاسيفيكيشن خلينا نشوفها شنو شو يقول عندنا تايب 1 اللي هو انسولين ديبندنت دي ام تايب 2 اللي هو يصير بالاولد ايج عندنا اكو شيء انتيتي اسمها جستيشنال دايابيتس عندكم معلومات عنها؟ جستيشنال دايابيتس عفوا هذا سبيسيفيك تايب اوف دايابيتس اكر ان بريجنسي بس مو كل دايابيتس بالبريجنسي نعتبره جستيشنال دايابيتس
اكو شرط بي لازم ورا 20 اسبوع يعني مو وحده اول اسبوع تقيس الرنده ما تعالج ولا تكتشف دايابيتس هاي قد تكون هاي بري اكزيستنت دايابيتس هذا سبيسيفيك تايب اوف دايابيتس اكر ديورينج بريجنسي افتر 20 ويك وذ بريفيوس هيلثي فيميل يعني ما عندها اي ليفل اوف اوف دايابيتس ديورينج بريجنسي ولا 20 اسبوع يبدا عندها دايابيتس فهذا سواه انت تخصص سواه الجستيشن دايابيتس طبعا هذا اللي حتى القراءات تختلف حتى قراءات التشخيص مالتها الفاستنج والرندم يختلف عن احنا يعني ليفل اقل يعتبره هذا دايابيتس ليش خلوه هيك لان هذا يعني بي كومبليكيشن راح تكون للفيتس وللمدر واحدة من الكومبليكيشن شنو حد يقدر ماكروسومي كطفل هذا بعد غير ماكروسومي طبعا السؤال اللي راح يعبر من المدر للفيتس راح يسوي يعني ممكن لا يبل فور هايبرجلايسيميا افتر ديليفري الجلوكوز راح يعبر من الفيتس للهذا راح يخلي الفيتس يعني يصير ماكروسومي دورين ديليفري ايش راح يصير؟ ممكن يسبب لنا يعني تروماتيك للبيشنت للمدر دورين ديليفري تكون مور لايبل فور سيزارين سكشن ستيل بيرد ابورشن كل كومبليكيشن ممكن تصير بالمدر أبو بعد واحد تايم بداية وصحوا لمودي احنا قبل اروح لمودي احنا شو نقول تايب 1 وين يصير بالصغار جو ال 40 سنة نقول دولة اكثر شيء تايب 1 التايب 2 فوق ال 40 سنة الحق قبلش كم سنة اكتشفوا اكو مجموعة من الناس هو صغير بس تايب 2 ديابيتس سموه مودي اللي هو سحنة ماتوريتي أونست ديابيتس أوف يانج هذا جينيتيك أقل من 5% من الديابيتس يصيرون أوبيس وما صغار عمره 15 سنة هذا بس هو سمين وعنده ديابيتس شنو الفكرة مالته إنه هذا يكون ريسبونسيف تو أورال هايبرجلايسيميك إيجنت يعني من ذيك هذا المودي ممكن تعالجه بالأورال هايبرجلايسيميك إيجنت سموه مودي عكسه ولاده احنا نتوقع اللي قلنا فوق الأربعين هو شنو هو تايب 2 لقوا اكو قسم من المرضى الديابيتس يسميتهم ليت اونست تايب 1 ديابيتس سموه نادر ليت اونست ديابيتس هذا شنو علاجه؟ انسولين من تايب 1 يعني مو كل البيشنت اللي فوق ال 40 سنه ما تايب 2 مو كل البيشنت اللي صغار ما تايب 1 ذني اكو تو كونديشن لازم نميزهم هو اللادر والمودي دائما انا اجيب اسئله عن المودي للعدة بس كانت اللي حكي البيرسنت والعلاجات اكو اذر هو البنكرياتيك ديزيز تيومر تروما البنكرياسيك ديابيتس اكو انت كراين كوز سبب لك ديابيتس من يقدر يقول ايش كمان مجموع هاي بط تايرانزيوم اوكي بعد ناوي وين منها جاي؟ أدسين سبب لك دابيتس؟ مش شمر لعليه الدقيق مش عليهم مترامة سألناك عدسين الأدسين بالعكس يجيك هاي بغل عسين الأدسين شنو؟ فايلر أوف أدرار جلاند فبالعكس يجيك هاي بغل عسين أتاك أوف أوس فوتونوس هاي بغل عسين دير بالك تجيب أدسين موضوع الفيديان بالعكس يصير لك هاي بغل عسين قول كوشن لان راح ينفرز الستيرويد والستيرويد زيد لك الجلوكوز اوكي والاكرو مجالي وغيرها اكو ستايل بناك محاضره بكوزات اوف دي ام من ضمن الاندوكراين كوز دائما يجيك عليها السؤال واكو دراجات زيد لك الجلوكوز مثل ستيرويد دول الاهل الازمة اهل الاوتو اميون ديزيز اللي ياخذون هاي دوز اوف ستيرويد اهل راح ناخذ بلومينوفرايتس البرينا اكو فد اوراق تحتاج هاي دوز ستيرويد اسمه عارفين ايش الاسمه ممكن ياخذ فيكون وبعد اكو ادويه مثل الثيزر دايركت اللي قاعد تسوي اب نورمال ميتابوليزم بالجلوكوز واكو بعد ادويه هو فينيتوين وغيره مش دكتور هو مثلا شخص تايب 2 ياخذ فتره يصير تايب 1
يعني يتدمر عند البنكرياس. مليان هو تايب 2 هذا بالبدء تايب 2، بس التايب 2 تدرك ويل وقت اكو راح يصير ديستركشن يتحول انه يحتاج انسولين. فشي يصيحوا له هذا ما يصيحوا له تايب 1 ديابيتس، يصيحوا له انسولين ديبندنت تايب 2 ديابيتس. اوكي يعني انت بالعلاج التايب 2 تبدا تعطي اورال هيموجلوبينك ايجنت يصير كنترول بالبدايه، بعدين مثلا ما يصير كنترول تعطي انسولين، معناها انسولين ديبندنت تايب 2 ديابيتس. اوكي مش. بس هذا السؤال بدي اجاوب لي اياه. يجيك واحد ديابيتس عمره 40 سنه، لا هو دون 40 ولا هو فوق ال 40، طبعا احنا قلنا الرقم مال 40 وهاي مو ستريكت يعني اي واحد فوق ال 40 يعني انا كرقم هيك يعني حكينا، بس ممكن يجيك مثلا 32 هو تايب. اوكي؟ فيقول لك ثاني انا تايب 1 ولا تايب 2؟ عندنا في الشيء تيست نسوي نقدر نميز بين تايب 1 وتايب 2 ديابيتس. كيتون ترى مو بس بالديابيتس السير، يعني واحد ستارفيشن وصايم ما ماكل ما ماخذ جلوكوز وظل فتره صايم ما عنده اكل يبقى هذا هم راح يصير عنده لايبولايسيس سمول اماونت ويصير عنده كيتون. فوجود الكيتون مو يعني معناها ديابيتس 100%، يعني مو تحتاج حتى شخص ذكي بس مو دايجنوستيك تيست. انا شيء دايجنوستيك تيست يميز لي هذا تايب 1 ولا تايب 2. التراكمي يعطيك هنت على الليفر مال كنترول بعد ثلاث اشهر عاده. بالتايب 2 تلقى من البدايه عالي، تايب 1 اذا واحد عنده اعراض وما اهتم لها وظل شهر ثلاث اشهر ما اهتم لها صارت له، فممكن تلقى عالي. ليه تقدر تميز 100% هذا تايب 2 ولا تايب 1؟ انسولين إذا عالي معناته لا السؤال قلنا احنا يصير السكريشن مالته يعني دايما الفاليشن ما يعطيك. اكو شيء اسمه اوتو انتيبودي، هاي عليكم تقروها عندكم. اكو بالتايب 1 قلنا هذا اوتو اميون ديزيز، اكو 4 او 5 انتيبودي اجينست البنكرياس بيتا سيل او بنكرياس، واكو اسماء لها اكو 4 الى 5، واحد من عندهم اسمه انتي جاد. بس مشكلتها شنو هاي؟ مشكلتها ويا الوقت اذا فتره طويله تايب 1 وينتهي فتره طويله هم تختفي. فايرلي ذا دايجنوسيس بنسوي اوتو انتيبادي. اليوم طلعون عليكم هذا واجب، طلعون اوتو انتيبادي اوف تايب 1 ديابيتس. هل نلقاها؟ راح تمشي عندنا اكثر من التايب 1 ديابيتس. اوكي؟ ليش ما؟ احد عنده سؤال احد هنا؟ هاي الطريقه زينه يعني تهتمون بالضيف. بعد ما عندنا ميانا لاكم، يعني بالميانا لاكم خليكم انتم تقرون الاستاذ. هاي اذا انفلاميشن وريفرسبل يروح يرجع الاكشن مال البنكرياس وينتهي. بس اذا كان انفلاميشن كامل وصار ريفرسبل صار دمج كومبليت دمج للبنكرياس لا يرجع، راح يتحول الى انسولين ديبندنت. بلاستيشن اوف سبيد راح ناخذه، بس اعتمدك على السؤال يعني غلطت الوضع. دول احنا يكون لهم ريسك يتحولون الى فرانك ديابيتس بنسبة 50% خلال 20 سنة. يعني الفيميل يصير عندها جستيشن ديابيتس ممكن تتحول إلى فرانك ديابيتس وتايب 2 ديابيتس بالمستقبل، ونسبة عالية 50% خلال 20 سنة، وراح نحكي بسلايد ليش ما حكيتها. هسه نجي حكي لك الفيتشر اوف ديابيتس، قلنا الكلاسيكال
فيتشر اوف فايبر جلاس ان ايجاز ويك بول جبسي بول يوريا ناتشوريا ويت لوس اي كلاسيكال حتى التو دايابيتس يوجوالي ابوف ذا 40 يوجوالي اوبيس وعندهم لونج هيستوري 25% الى 50% اوف تايب 2 دايابيتس يجونا كومبليكيشن ما مشخص ما عنده اعراض يجيك عنده خدر برجلي هسه تشوفون احنا اي واحد يجينا يقول لك عنده خدر برجلي اول شيء يسوي لك راندم بلاد شوجر او هيموجلوبين اي او اس فقسم التايب 2 ممكن يجيك كومبليكيشن كرونيك كومبليكيشن هو مين الروح فعنده دائما لوج هيستوري عكس التايب 1 تايب 1 لا يجيك اكيوت يعني ما بي كومبليكيشن بعد ما صار كومبليكيشن ماشي برضه نرجع للتيولوجي اوف تايب 1 دايابيتس اقول لك مش منك السايد انت اول ارجع اي لا لا هذا هذا وما انت عبر شو مره ولا مره ما قرينا هذا وش لاب لا لا ما قريت ما قريت ما حكينا الفوق ما ركزت عليه الكلينيكال فيتشر اوف تايب 1 يوجوالي اقل من 35 سنه عمره البيك اتريبيوبرتي يوجوالي ثن يجيك ضعيف لانه قلنا الانسولين هو انابوليك هرمون من ما عندك انابوليزم راح يكون ضعيف شورت هيستري اوف سيمبتوم يقول لك انا والله صار لي هذا الطفل صار اسبوع يقول هواي يشرب هواي يقول بالليل فالسيمبتوم مالته تكون سريعه الدي كي اي ممكن هي البريزنتنج فيتشر يجي الطفل للطوارئ الدي كي اي شنو الفيتشر مالته من يقدر يقول لي هو من اسمه كيتو اسيدوسس الاسيدوسس شو يصير عندنا ريسبيريشن تاكيدني دي برامج بريثينج دي هايدريت سيفير دي هايدريشن اوليجيوريا ممكن يفوت باي كونشس ستيت فاحنا شو جينا هذا ما عنده هيستوري اوف دي ويجي تاكيدني العام يعاملوا اذا ما مركزين انه من يجيك واحد ما عنده هيستوري يجيك هيجي تاكيدني او ديزني احنا خاف نعامله قبل هذا تشيس انفكشن يتعامل انه فدرس واتر بروبلم هو دي كي اي ماشي اذا واحد ما عنده هيستوري انت هسه قاعد بالطوارئ ويجيك مرضى هواي وخاصيك ويجيك جايبين لك واحد عمره 10 سنين خلي له اكسجين قبل طول ديكادرون ما شنو انت اذا ما تركز انه قد يكون هذا بريزنتنج فيتشر اوف دي كي اي راح يضيع عندك المبنى لازم تخليها ببالك من يجيك واحد دي برد بريفنج قد يكون هاي مو ديزنيه ديو تو اسبارتال بروبلم هاي اسيدوتيك بريفنج وهاي اسيدوتيك بريفنج قد يكون دي كي اي قد يكون هذا كوز اوف اسيدوسيس شنو هي مثلا رينال اكوتينال فيلر او بويزنينج غير شغلات فممكن واحدة من البريزنتنج فيتشر اوف تايب 1 دايابيتس هي دايابيتك كيتو اسيدوسيس ماشي بابا حكينا البريزنتيشن مال تايب 1 على الايتيولوجي كلها هو تبدي تداعم كل الامراض ايش عندنا بها كوزات عندنا الجينيتيك بريدسبوزيشن وعندك انفايرمنتال فاكتور تظهر تخليه يظهر عندك هذا بريدسبوزيشن بالتايب 1 ايش لقوا؟ لقوا جمال عندهم اتش ال اي دي ار 3 دي ار 4 يكون مور ليبل تو جيت دايابيتس الفارمكا فاكتور شافوا انه بالتشايلد هود فايرال انفكشن خاصة بالكوكساكي بي فايروس بيفور شافوا مور ليبل تو جيت دايابيتس دايتا فاكتور شافوا انه الاطفال اللي يكون رضاعتهم صناعية والحليب يحتوي على بوفاين سيرم البومين تكون نسبة اصابتهم بالدايابيتس اعلى من غير اطفال شافوا الستريس هم يزين لك اذا واحد عنده جينيتيك بريدسبوزيشن للدي ان وتفوت بستريس كونديشن دائما يقول لك هذا والله من وقت هيت فلان صار عنده هيت دائما لا شوفوها انتم اكيد سامعينها في المجتمع يقول لك انضرب السياره وراها اي شرط صار او مات فلان صار عنده هيت او صار ريش ضرب او لا سمح الله رسب بالامتحان وصار هيت ان شاء الله فيكم تنجحون اجي الله يسيستم انتم ماخذين هذا واجب عليك سرطان واجب الاتش ال اي سيستم وبعد الاوتو انتي بودي بالدي ان ليش بابا طبعا ما تصير بالمحاضرات يعني صار بس بالك بعيده وانت اول واحد اسئله
باثوجينيس طبعا هذا اللي ما اجي بالامتحان الاوبال ما ادري لك شنو باثوجينيس انا مو اختصاصي في الوطن الجو حتى يعني اركز على الشغلات الكلينيكال من اجيب لك بي كي اي وتعرف تعالجها يعني تعرف او من اجيب لك يعني شغلات الكلينيكال وما تجاوبها ازعل لك يعني انت مؤهل اريدك تداوم بالمستشفى يساعدك الكلينيكال كونتاكت ظهر الانفكشن انتي بادي دمي 70% ظهر لك انسان انفكشن تايب 1 مش تايب 2 طبعا عادة الشيء اللي اكو يعني مس عندنا انه نعتقد انه التايب 1 يكون هو الجينيتيك فيه اعلى شو تقولون الجينيتيك وين اعلى؟ تايب 1 شوف هنا انا شو يقول اذا توين واحد منهم صار دايابيتس تايب 2 الثاني 100% يصير عنده ديابيتس واذا واحد ابوه عنده ديابيتس السبلينج قد نسبة اللي يصابون 50% يعني اهل اعلى تاركيو تكون اعلى الجينيتيك اوكي يعني اذا واحد عنده بالقدام الفاميلي هيستوري اوف ديابيتس تايب 2 يكون الشايلد والسبلينج يكون اعلى نسبه 50% يكون عندهم دايابيتس فالجينيتيك تلعب دور بالتايب 2 اعلى بعد شنو الاذر فاكتور بالتايب 2 الدايت اوبيسيتي سيدنتري لايف ستايل كل ما يزيد الايج هو يعتبر ريسك فاكتور الجستيشن دايابيتس اللي قلنا هو هم ريسك فاكتور للفيميل يكون عندها دايابيتس في المستقبل انا شدي بان سيكيو اقول لك انظر فرق ريسك فاكتور فوق فور تايب 2 ديابيتس اكسبت وجايبة طبعا هذا السؤال لين تجيب يعني لازم فهذا جاي يعني انت اسئله تجي ليش ما مساء السؤال اللي سالته هذا الجواب ما عندك انسولين ريزيستنس راح ازيد لك الجلوكوز من يزيد الجلوكوز راح يحتاج الدماغ للانسولين راح يدخل بسكندري انسولين ديفيس عندك انسولين مدى يشتغل ريزيستنس جلوكوز عالي راح يحفز لك البنكرياس انه ينفرز انسولين اكثر لحد ما يصير فيلر بالبنكرياس فيصير لك سكندري انسولين ديفشس اوكي ليش هذا الجستيشن دايابيتس حكينا عليه 5% من البريجنسي يصير عندهم هو افتر 20 ويكس اوف بريجنسي يصير عندنا 50% ريسك انه يصير عندهم دايابيتس بال 20 سنه بالدم الايفكت اوف جست حكينا على الجستيشن دايابيتس او المدار في تصورات ومشاكل لو تشوفون يعني راح تقول الابورشن الستيل بيرث الماكروسومي اكو ديو تو يزيد لك تشانس قلنا ما سيزير سكشن دوري ديليفري الفيتس راح يتضرر ولا ما راح يتضرر ماشي بقى الموت حكينا عليه هو تايب 2 دايابيتس باليانج اقل من 5% من الكيسز اوف دي ام وذ بوزيتيف فاميلي هيستوري وريسبوند تو اورال هيلث اجيب لك المواد الالبفرامين ار تو اكسيد تيست تايب 1 دايابيتس تريتد باي انسولين يعني جاي لك ترى هاي الاسئله فالمواد مهم يعني تشجع عليه اسئله بالدايابيتس مش قلنا كلاسيكال برزنتيشن اوف دي ام شنو هي؟ بوليوريا نابتوريا مورتيسي تايبنس ويت لوس شنو اذر كوز اوف جود ابيتايت اند ويت لوس؟ جود ابيتايت عافية أهم سبب بيجيك واحد يقول لك أنا جاي أضعف وأكل زين فكر بالهايبر كالوريز لا مو هسه سويتينج ما جاي نحكي على كلاسيكال بكتشر مرات ما يجي يعني أنا يعني البارحة جاني كيس والله شاب سمتين هايبر تنشن أتاك مال هايبر تنشن تكي كاردي ويانج ايج ما اخذت الهايبر تنشن شنو كلاسيكيشن عندنا اجا واتك وسكندري سكندري شنو الكوز تذكروني اللي هن واحدة عندنا رينا مدعمة وعندنا اندوكراين وعندنا الكهول احنا كاركتشن فيارتا مو صح لا اندوكراين السبب لنا هاي بقتل شو شمي الكوشنج بعد كون سندروم هاي بربارات هاي بربارات هاي بربارات هاي بربارات
هذا يبني والله والتق مالتك كان فيه وسوي هواي تحاليل بيخلي عندنا الثايرويد بس طبعا ده زيت الفي ام اي اللي هو فاليوم مندريك اسيد اللي نستخدم فيه ترومبوسايتوم شخصة بلينك ايز يطلع نور وراء اخر شيء بار عند الثايرويد طلع فدرطهم كلش مخيف بالتيفو يعني مرضان 3000 وانت تكتب تي اس اتش فالثايرويد ممكن قلنا تجينا هم واحده من الكوز اوف جود ابيتايت وديكريز ويت بس بس هذا اللي احنا نحتاج انه نعرفه نحتاج ذات مالاته لان ايش مالات المجتمع مال اي واحد بالمجتمع يقول لك انا يعرفه اي واحد يمكن يستخدمون الجنسيه ويت لوس يقول لك هذا روح سوي تحليل مال السكر احنا مالاتنا شنو اللي لازم نعرفه قلنا مود تشينجز depression, anxiety, irritability, concentration ما عنده و blurred vision مرات ال blurred vision يجيك من البداية ومرات يصير during the treatment ليش يصير during the treatment؟ من يقول لي؟ يعني واحد هو دابتك جيت بدشت يا علاج جاك ورا فتاك انك يا انا متغوش عيوني كمل راح ينسى من يحجب سايد افكت لا تدري انت هذا احنا عندنا الاي اكو في الثن البرين يم قريب على العدسه وكان يكون يعني متعوده على هاي ليفل اوف جلوكوز والاوزموتيك بريشر معتدل من تحط جلوكوز ويبدي راح يختلف الاوزموتيك بريشر بالاي سريع فراح يصير بين ما يتصلح راح يصير بير فيجن بالبدايه عفوا انت اللي ايه؟ خلاص انت قدرت يا مرحبا فبلير اوف فيجن ممكن يصير يعني فروم ذا ستارت او ديورينج ذا كور او ديورينج ذا تريتمنت وممكن يجي له اكيوت كومبليكيشن مثل ما قلنا دي كي ام تايب 1 وممكن يجي له بالكرونيك كومبليكيشن طبعا دائما يجي له بالكرونيك كومبليكيشن هو تايب 2 دايبتس يعني هو ما يجيك يقول لك يعني عادي مثلا الفوليور بودي يجيك باراسيزيا يجيك ام اي يجيك ستروك ودخل المستشفى سوى له فحوصات قاعده الرده معاني طبعا يكون مور ليبل فور يو تي اي فابلياسيس امبوتنس نيوروباثي هواي ترى 25% الى 50% تايب 2 دايبتيز يجيك بكوميونيكيشن وممكن هي الكوميونيكيشن اللي تجيبه تخليه يعني يفحص روحه ما يدري اصلا عنده دايبتس ماشي هذا 100% سؤال واللي يطلع من المحاضره وما يعرف هذا السلايد يعني نقعد بالبيت احسن له اللي هو انت شلون الشخص دي يعني ما معقوله واحد ياخذ محاضره ماديه ويطلع ما شخص دي وخر وخر بسرعه عندهم يصورون وخر وخلاص مو انا بس شويه بعدين شلون الشخص دي؟ تستر شنو؟ ها؟ هيستوري اخذها هيستوري قال لك انا اقول له 10 ماي هواي لا بس فاملي هو جاء قدام يقول له قال له فاملي هيستوري اخذت دمي وشكيت بدابس شلون الشخص دابس؟ فاستنج هو فاستنج وعندنا عندنا غيرين وعندنا بعد شنو؟ تو قبل ست تراكم وعندنا اورال جلوكوز تولرنت تيست انا بدي احكي عن ليفل مالته من واحد يجي الراندم مالته راح اعطيكم راندم ثلاث ارقام يجيك واحد الراندم مالته 110 يجيك واحد الراندم مالته 160 يجيك الراندم مالته 210 ايش قد نورمال الراندم؟ نورمال يعني هذا الاحوال اي واحد عنده نورمال يسوي له راندوم يطلع لازم يشرحه كيف؟ 80 و20 هذا الحكي مال قلت لك مال ذولي الناس بالشارع اي والله بالشارع تقول لك 80 و 120 الراندوم احنا لا كاطباء ما نسولف هاي السوالف احنا نقول الراندوم النورمال لحد 145 بالجهاز ركز وياك بس احنا حتى شخص دي ام لازم الرده مالته فوق ال 200 يعني من يجيني واحد مثلا 160
هذا مو دايبتك. النورمال جوا 145 جوا. حتى شخص دايبتك لازم فوق ال 200. الشيء اللي بين 145 وال 200 شو يصيح لهذا؟ ها؟ بري دايبتس او ممكن يصيح له امبيرد جلوكوز تولرنس تيست. امبيرد جلوكوز ميتابوليزم. هذا بدا شيء لازم شو نسوي له؟ نسوي له اورال جلوكوز تولرنس تيست اذا بقى الرقم يعني جوا ال 200 نخلي فولو اب ونسوي له دايت كنترول ونقول له انت ترى احتمال في المستقبل تصير دايبتك اذا ما دواك على نفسك. بس كتشخيص من اقول لك اذا شخص زين لازم الرده مرته فوق ال 200. واضح؟ هسه اول رقم عندنا 200 145. الفاستنج اذا جاك واحد فاستنج 90 وواحد جاك فاستنج 120 وواحد جاك فاستنج 130 شنو معناه؟ الفاستنج جد النورمال حد ال 110 يعتبروه نورمال. شو وقت نقول دايابيتك؟ فوق ال 126 بين ال 110 ال 126 هو اب نورمال بس مو دايابيتك. امبيرد فاستنج جلوكوز ميتابوليزم شو نسوي؟ نسوي جلوكوز تولرنس تيست اذا بقى نفس الليفل مالته نسوي له كنترول بالدايت ونقول له ترى اذا تبقى هيك احتمال تصير دايابيتك بالمستقبل. فكارقام كات فاليو 126 فاستنج 200 راندم ككت يعني حد فاصل 200 راندم 126 فاستنج. هيموجلوبين اي او سي النورمال طبعا النورمال هو تحت 5.8 بس احنا كتشخيص دي ان لازم فوق 6 ونص. بس من يطلع لنا 1.6 هو مو دايابيتك مو قلنا بدر بالك ترى لا تبقى هيجي تتحول الى دايابيتك. بس انتم انسوا هلا حفظوا لي بالهيموجلوبين حفظوا لي 6 ونص. بعد اجانا واحد راندم مالته 100 قلنا 160 لا هو 145 جوا ولا هو 200 يسوون له امبيرد جلوكوز. شو نسوي؟ نسوي له اورال جلوكوز تولرنس تيست. من يقدر يقول لي شنو الاورال جلوكوز تولرنس تيست؟ شلون نسوي؟ فاهم؟ اي عارف في اي سولف يعني؟ يجينا فاستنج كل شيء كل شيء تاكل تعال الصبح وما ماخذ فد لارج جلوكوز يعني مير بالليل يجينا فاستنج بالصبح نقعد يمنا ناخذ منه سامبل قبل كل شيء ناخذ منه فاستنج سامبل نعطينا احنا جلوكوز 75 جرام ونظل نقيس كل نص ساعه لحد ساعتين. اذا كان الفاستنج بالبدايه مرنا 126 قلنا هذا دايبتك. واي رقم يجينا ورا ساعتين نقيس الرياضه طلع مور ذان 200 نعتبره دايبتك نفس الارقام مالت القديمه. بس هذا الحكي احنا بنعطيه جلوكوز 75 جرام. فانا شو اجيب سؤال يقول لك all my problem go with the diagnosis of DM except اخربط لكم بالارقام مال الفاستنج والراندم والهيموجلوبين والسي والاورال جلوكوز تولرنس تيست. فدل لازم تحفظون يعني بسيطات يعني 126 200 6 ونص ماشي تمشي بعض. وهذا السلايد يمكم مشي بعض. هذا صورة الهيموجلوبين اي ون سي كل رقم بالهيموجلوبين اي ون سي ايش قد يعادله بالمليمول. انا من اللي احول اكو قراءتين عندها بالقراءة مال الجلوكوز بالراندم والفاستنج اكو واحد يقول لك انا عندك 120 ملي جرام بير ديسيلتر ومرات تقيسها بالملي مول. تعرفون شلون نحول بيناتهم؟ اذا جيت بالملي مول يعني يجيك مثلا 10 و2 ايش قد يعني معناها بالملي جرام؟ قسم نضرب 18 او 17 يعني من يجيك 10 ضربة 18 على 180 اوكي؟ ومن تجيب للملي جرام تتحول للملي مول قسمه على 18. هاي مهمه لان القراءات ما تختبر ساعه يجيك بالملي جرام ساعه يجيك بالملي مول. وبعدك باليوريا هم يجي من يقدر يعرف باليوريا شلون نحوله؟
لان رقما لازم تعرفون من راح تداومون المستشفى. اليوريا 6 اما تضرب فيه 6 او تقسم على 6. من يجيك واحد مثلا يوريا مالته 20 ملي مول، يعني ايش قد بالمليغرام؟ 20 في 6 120. اوكي؟ بالتحاليل مال المستشفى مرات يجيك بالملي مول ومرات يجيك بالمليغرام. الديابيتس 18 واليوريا 6، لان الارقام ما تنسون ابد. بعد حول بعد شو؟ أنا خلصت ما عندي شيء وياكم. حد عنده سؤال شيء؟ فما ممل المحاضرة؟